شويه بس ده للاسف حاجه مؤكده. واحده من ماتت سيده ماتت من 1916 لحد دلوقتي بتصنف من ابخل النساء. ده ما علينا، البخل وارد وفي ناس من صفاتها البخل، صح. لكن تسيب ابنها يعني لحول الله يا رب لحول القوة الا بالله لحد ما رجليه تبقى يعني تتبتر علشان البخل، ده انا يعني لو حد من اهلي ابني بنتي جرالهم حاجه ده انا اجري ممكن ادفع ملايين الدنيا يعني. يعني ما لناش غير احنا يعني احنا نتعب مش نجيب الصغار، طمع بيت تحلم مش تجيب صغير. صح. هي فعلا كانت بخيله كثير، بيحكوا عليها ليلى انه كانت بخيله لدرجه انه قعدت نص يوم تدور على طابع بثمان سنتات عشان ما تشتريش طابع جديد، مع انه هي كانت اغنى سيده بالعالم ب 1916. دي كانت ما بتغسلش اصلا يعني اللبس بتاعها عشان توفر ثمن الصابون. الثروه تبعها قدرت ب 4 مليارات دولار، فهي تعتبر ما تزال متربعه على يعني ابخل سيده في العالم بسبب غناها الفاحش. وقيل كمان انه هي توفت بسبب سكتة دماغية لانه اتخانقت مع الشغاله تبعها لانه كانت تصرف حليب كثير مات. فهي يعني كانت حتى نهايتها بسبب البخل بتاعها يعني. طيب لا حول ولا قوه الا بالله يا رب، يعني رب ارحمنا من البخل وابعد عنا البخل والناس البخله. لا احنا مش حابين يعني، لا ده انا شايفاه حاجه وحشه جدا. صح.